فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. فالمرأة في الحقيقة أنها هي القاعدة للمجتمع، إذا صلحت صلح المجتمع، وإذا فسدت المرأة فسد المجتمع. ولذلك أعداء الإسلام الآن يركزون على المرأة ويريدون أن المرأة تتمرد على الأحكام الشرعية، ويقولون هذا من حقها ومن حريتها وهي مظلومة، يريدون بذلك أن يدمروا بها المجتمع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فالمرأة لا شك أنها هي قاعدة المجتمع وهي أساس الأسرة، فإذا صلحت صلحت الأسرة، وإذا صلحت الأسر صلح المجتمع، فهي الأساس. أما إذا فسدت المرأة فسد المجتمع كله، فينبغي العناية بها، ينبغي العناية بها وحفظها والمحافظة عليها وإعطاؤها ما تستحق من الكرامة اللائقة بها. أما أن تعطى ما لا يليق بها فهذا من تضييعها ومن الإساءة إليها. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لدسائس الأعداء وأن يحذروا من فتنة المرأة، كما قال الشاعر: والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فالمرأة عليها دور كبير في المجتمع، فعليها هي في نفسها أن تتقي الله عز وجل وأن تحذر من الفتنة والخروج عن دورها اللائق بها، وعلى أوليائها أيضا أن يصونوها، كما قال جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ففي نص النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة في هذا الحديث دليل على خطورتها، وأنها إذا أهملت دمرت المجتمع، وإذا حوفظ عليها فإنها تنفع المجتمع.